وعليه، وهنا الموقف، فإن مشاركة المعارضة في انتخابات قادمة متوقفة على وجود اتفاق سياسي واضح يفضي إلى توافق على صياغة دستورية جديدة تحقق المبدأ الدستوري الشهير: نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. بمزيد من الترقب والحذر، استقبل المراقبون إعلان جمعيات المعارضة لمقاطعتها الانتخابات المقبلة في البحرين. الجمعيات قالت في مؤتمر صحفي بأنها لن تدخل الانتخابات من غير أن يقدم النظام الخليفي خطوات إيجابية تسمح لها بخوض الانتخابات ويجنبها الانتقادات الشعبية. وبحسب متابعين، فإن الجمعيات تنتظر من النظام خطوات معينة تسمح لها بالمشاركة في مجالسه المزيفة، وفي حين ذهبت الجمعيات إلى أنها لن تمنح النظام صكوك براءة أو غفران، فإن القريبين من المشهد السياسي يتحدثون عن غموض في برنامج الجمعيات الخاص بالمقاطعة والمقاومة المدنية. كولين كافيل الأستاذ السابق في جامعة البحرين علق على ذلك لقناة بريس تي في بالإشارة إلى أن النظام الخليفي لن يسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية وعلى النحو الذي تأمله الجمعيات، وطالما بقى النظام على ما هو عليه، يقول كافيل، فإن هذا النمط من الانتخابات غير وارد أبدا، وقد جربت الجمعيات ذلك خلال سنوات المشاركة السابقة. ويضيف كافيل بأنه من المخطئ الاعتقاد بإمكان إجراء انتخابات صحيحة في البحرين، وذلك لأن النظام الحاكم هو فاسد إلى أقصى درجة. بحسب وصف كافيل الذي يؤكد أن النظام السعودي هو من يدير نظام آل خليفة، حيث يحاول من خلال الانتخابات أن يخدع العالم الخارجي بأن هناك تأييدا للحكم الاستبدادي لآل خليفة، هو ما تحذر منه القوى الثورية التي تدفع بخيار المفاصلة المطلقة مع النظام وعدم إعطائه أي قدر من الاعتراف والمشروعية.